عليكم، مرحبا بكم في مطبخ شهيوة الفاسية. اليوم نحضروا حلى المرايا، ولكن في المول، في الكوارط، في المول الصغير ماشي مشروكة. هذا البسكوي ماريا بعد ما طحنته مزيان وخلطته بشوية ديال الزبدة، وخديت هنايا نيدو ودانون مصوص، داك كاس ديال نيدو، 3 ديال دانون ناتور، و3 معالق سكر. وهذا هو المول ديالنا، هانتوما كتشوفوا، ديال المادلين. درت في الكواغط، درتو البسكوي وضغطت عليه بحال هكذا بالكاس مزيان حتى تماسك. من بعد كنخوي عليه هذا الخليط ديال دانون ونيدو، وغادي نديرو في الفران، نشعلو الفوق باش يعقد لي هذا الطبقه الثانيه البيضه. ومن بعد غادي نخرجو وغادي ندير له الطبقه الثالثه ديال الفلون فاني. غادي يطيب اللي بغى يدير ديال الشوكولاط، يدير كاس جوج كيسان ديال العنبه باش يقد لهذا القياس كامل، جوج كيسان ديال العنبه، ويدير جوج فلون ديال الشوكولاط ولا كراميل ولا فاني ولا اي نوع بغيتي، واحد معلقة ولا جوج ديال السكر، وديرو فوق البطيغ لي كأنك تصوب الفلون. ومن بعد غادي تخويه فوق الطبقة الثالثة لي تخرجو من الفران وتبرد. بغيتي تحط واحد بيسكوي داير ديال الشوكولاط ولا وحيدة في الوسط وكتخوي عليها الخليط. أنا غادي نوريكم بحالاش، أو تيطيب إن شاء الله ويوجد ونوريه لكم كي كيجي. السلام عليكم، حنا رجعنا. هما دو التشيز كيك او حالة المرايا في الكودي في الكوارط، هي وجدات وزينتها. درت لها هذا الفلون العادي الفاني العادي مع كاس ونص ديال الماء، واللي بغى يدير السكر يديرو جوج معالق، ويديرو على النار بحال اللي كطيب الفلون، ومن بعد كيعقد كيبدا يغلي صافي طفي عليه وتحركوا شويه باش يبرد شي شويه، ومن بعد ديرها تزين بهاد لي بيسكوي هادو وتخوي عليهم. والثانيين هادو درت لهم فلون ديال الشوكولاط وشويه ديال الكاكاو معلقه صغيره، ودير لهم حتى هو نفس الطريقه كاس ونص ديال الماء على البوطه حتى يبدا يغلي، وتزين به التشيز كيك ديالك او حالة المرايا في لي كودي في الكوارط. وبالصحة والراحة، وعيد مبارك سعيد، وبالصحة والسلامة إن شاء الله، والعقبة لميت سنة. عليكم هيا دي لي تشيز كيك ديالي، أنا حليتها باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. أنا حليت حتى التانية اللي درتها بالفلون الفاني، ونتمنى أنا نوريهم ليكم هنا بجوج. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل كي كيجي، وكتصلح المناسبات الا كان مثلا عراضه ولا انيفيرسير ولا شي حاجه عيد الميلاد. وبصحه وراحه، نتمنى تجربوها، وما تنساونيش باللايك والبارطاج باش يوصلكم دائما الجديد.